لكن اسمح لي أن استقبل أيضا رئيس الحكومة السابق دولة الرئيس فؤاد السنيورة. أهلا وسهلا فيك دولة الرئيس. أهلا بك وبجميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك دولة الرئيس. اليوم بداية يعني انتهى عهد الرئيس ميشيل عون، وبداية كلمته اللي وجهها لجمهوره أنه وقع مرسوم استقالة الحكومة. كيف ترى هذا الموضوع؟ هل له من يعني مفاعيل دستورية في الأيام المقبلة؟ وما الهدف منه برأيك؟ بداية، يعرف كل الذين لهم شيء علم بالدستور وبالسياسة في لبنان أن الحكومة تعتبر مستقيلة حسب الدستور عندما يتم انتخاب ويتولى المجلس النيابي الجديد مسؤولياته. وبالتالي هذا المرسوم الذي جرى توقيعه اليوم هو لزوم ما لا يلزم، وهو لا ينشئ أي أمر جديد على الإطلاق. هو بمثابة إعلان، ولكنه عمليا الذي جرى أنه كسر شيئا بمثابة العرف في هذا الخصوص، بأنه على مدى جميع السنوات الماضية بكل العهود حتى ما قبل الطائف كان هذا المرسوم باعتبار الحكومة مستقيلة، وأيضا مرسوم تسمية الرئيس المكلف لتأليف الحكومة، وأيضا المرسوم الذي يقضي بتأليف الحكومة الجديدة، كانوا هذه الثلاث مراسيم تصدر سوية. وبالتالي هذا عرس خائن، وهذه المبادرة التي قام بها فخامة الرئيس اليوم هي في محاولة من أجل إظهار أن هناك انتصارا حققه في هذا الغرض، دون أن يتبصر ويستشرف أن هذا الأمر يؤدي إلى كسر عرف قائم ومستقر، مما قد يثير لدى البعض إمكانية النظر في مختلف الأعراف الأخرى التي يعني درج اللبنانيون على اعتمادها، وهو كسر لا يصب بمصلحة اللبنانيين. نعم. اختصار الذي جرى لا يضيف شيء أمرا جديدا على الإطلاق، وبالتالي سوف تستمر الحكومة تصريف الأعمال بأداء دورها، لأن هناك يعني ما يسمى فراغ في موقع الرئاسي. نعم. ولذلك هذا الأمر كما نص عليه الدستور، والدستور لم يميز على الإطلاق بين حكومة تصريف الأعمال أو مجلس وزراء له كامل الصلاحيات. إذن نحن لدينا الآن واقع بأن هناك فراغ في سدة الرئاسة، ولذلك من يملأ الفراغ هي حكومة تصريف الأعمال. نعم. طيب، بس دولة الرئيس برسالته اللي وجهها اليوم إلى مجلس النواب، ألم يحمل رئيس الجمهورية مسؤولية القيام بتصريف الأعمال هذه اللي كمان اتخذها الرئيس نجيب ميقاتي بأنه قرار نهائي أنه يكمل تصريف الأعمال؟ ألم يحمل الرئيس عون مجلس النواب مغبة السجلات السياسية وانتقال السجلات السياسية ما بين الكتل النيابية؟ يا حبيبتي، أنه نحن دستورنا قائم على الفصل بين السلطات، وبالتالي هذا الأمر واضح وصريح في الدستور. إن كان لجهة فصل السلطات، وبالتالي لا يستطيع مجلس النواب أن يقوم بالسلطة التنفيذية، تقوم العملية من خلال أن يكون هناك رئيس جمهورية بداية وأيضا حكومة تتولى. فبالتالي هناك فصل بين السلطات، في سلطة تنفيذية وفي سلطة تشريعية وسلطة قضائية، ورئيس الجمهورية ليس جزءا من السلطة التنفيذية على أي حال، هو فوق كل السلطات، وهو ليس طرفا في النزاع السياسي الذي يمكن أن يصير في أي نظام ديمقراطي. الأمر الذي هو في البساط، يعني المشكلة التي بدأت لدينا، لأن الرئيس عون الذي كان يفترض به أن يكون فوق الجميع وأن يتصرف بأنه الحامل للدستور، وبالتالي الذي يستطيع أن يحتضن الجميع
وهذا الامر الطبيعي لما عم بحكي عليه انا هو الامر الذي جرى تحته في فتره الحوار التي جرت عند الرئيس بري في العامين 14 و15 و16 وقتها في هالفتره الفراغ بسده الرئاسي. وكان الكلام انذاك بان ما نريده ليس الرجل القوي في طائفته بل الرجل القوي لدى جميع اللبنانيين، وهو الامر الذي لم يتصرف الرئيس هون خلال كل المرحله التي تولى فيها مسؤوليته الرئاسيه بانه الرئيس لكل اللبنانيين وفوق كل السلطات والمحتضن لكافه الفرقاء السياسيين. هذا الامر طبيعي، هو تصرف يعني كانه رئيس حزب او رئيس فريق، وهو بالخطاب الذي ادلى به اليوم كان يتصرف كانه رئيس لمجموعه التيار الوطني الحر وليس رئيسا للجمهوريه. طيب دولة الرئيس الحصار السياسي ما توقف، ما رح يتوقف فقط عند توقيع مرسوم استقالة الحكومة، ولكن هناك من يعني صارت أجواء يعني واضحة بأنه سيكون هناك اعتكاف لوزراء التيار الوطني الحر من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وأيضا مساندة من وزيري حزب الله بهذا الاعتكاف. ماذا تقول للرئيس نجيب ميقاتي في هذه المرحلة إذا في حال كان في ضرورة قصوى لعقد جلسة لمجلس الوزراء واعتكفوا عنا الوزراء اللي بيت معروف موقفهم من الاعتكاف؟ ليش الاستعجال؟ الأمر الآن أن من يتولى يعني القيام بهذا الدور ضمن أضيق الحدود بكونه حكومة تصريف أعمال هو الحكومة الرئيسية. فدعونا لا نستعجل ودعونا أن ننظر إلى كيفية الخروج من هذا المأزق الكبير الذي أصبحنا فيه، إضافة إلى كل المآزق والانهيارات التي يعاني منها لبنان الآن. الآن عندنا مبدأ قضية واحدة أساسية، هو في أن نكثف كل الجهود من أجل انتخاب رئيس جمهورية. الذي يحل المشكلة هو انتخاب رئيس جمهورية وليس الضياع في متهاليز المشكلات التي لا ينبثق عنها انتخاب صحيح لرئيس الجمهورية. فلذلك هذا هو القضية وليس هناك من أمر آخر. يعني ما بجوز ينترك الوضع بدون ما يكون في هناك سلطة بتحل محل السلطات اللي موجوده. المفروض يكون يعني وجود رئيس جمهوريه الان انتهت ولايته في هذه الحكومه، حكومه تصريف اعمال، عليها ان تقوم بمهامها، وعلى الرئيس ميقاتي ان يتولى ضمن ما ينص عليه الدستور وضمن الحدود الضيقه لممارسه هذه المهام الى ان يتم انتخاب رئيس جمهوريه. وليس هناك من امكانيه لا لتاليف حكومه الان، لانه ما في هناك طرف الثاني اللي هو مع رئيس الحكومة المكلف اللي بتولوا عملية تأليف الحكومة وإصدار المرسوم، فبالتالي ما عاد في هناك رئيس جمهوري يتولى هذا الأمر. فلذلك ما عندنا غير خيار واحد هو العودة إلى العمل الذي ينبغي على مجلس النيابي أن يقوم به، وهو انتخاب رئيس جمهورية جديد. طيب من هذا الباب دولة الرئيس، يعني الرئيس نبيه بري بصدد الدعوة إلى طاولة حوار، وبدأنا نشوف أنه هناك انقسامات حول هذه الدعوة. برأيك هل الرئيس بري سيدعو إلى هذه الطاولة على الرغم من أنه الرئيس عون كان واضح بأنه هذه ليست من صلاحيات رئيس المجلس أولا، وثانيا اتهموا بوضع اليد على صلاحيات رئيس الجمهورية؟ أول شيء بدي أذكر المشاهدين كلهم بأنه الجنرال عون حضر الحوار الذي جرى عند الرئيس بري في العام 2006. نعم. وبالتالي لا يستطيع أن يقول الآن بيقدر ولا ما بيقدر. الأمر الثاني أنا بعتقد أنه ما نحتاجه الآن هو مزيد من المشاورات من أجل التوصل إلى عقد جلسة انتخاب. ما عاد في هناك مش قضية حوار اللي بدنا نضيفه على أي قضايا. ما عندنا قضايا الآن يلي هو
فينا نقعد نتمنى. يبدو أنه فقدنا الاتصال بدولة الرئيس فؤاد السنيورة، أكيد رح نعاود الاتصال به والاستكمال استكمال الحديث معه.